Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا شباب؟ Alhamdulillah. كيف أصبحتم؟ أصبحنا بدرة الإسلام. طيب إخوان، قبل أن تدخلوا إلى غرفتكم، هيا نتقدم أولا يعني المفردات كما قد حفظتم. طيب، من أولا؟ طيب تفضل. المفرد الأول ساحة، بمعنى halaman. وكلمته العب بالساحة، بمعنى كتاب halaman. والمفرد الثاني غرفة النوم، بمعنى kamar tidur. وكلمته رتب غرفة النوم، rapikanlah kamar tidur. ما شاء الله ممتاز. طيب تفضلوا. المفرد الأول الساحة، بمعنى halaman. الكلمته كلمته العب في الساحة، بمعنى di halaman. المفرد الثاني غرفة النوم، بمعنى kamar tidur. الكلمته رتب غرفة النوم، rapikanlah kamar tidur. المفرد الثالث طابق أو دور، بمعنى lantai.